مرحبا بكم في قناة شركة بروج العقارية على اليوتيوب. اليوم بإذن الله تعالى راح نعرض لكم مجمع في منطقة يالنجك، طبعا مجمع سكني متكامل فيها جميع الخدمات. الشقق فيها وسيعة جدا وأيضا الإطلالات فيها جميلة جدا على البحر وإطلالات كاملة على المدينة. طبعا نتكلم عن موقع المجمع. موقع المجمع يبعد عن مطار طرابزون ما يقارب 5 دقائق فقط، ونبعد عن الشارع الرئيسي ما يقارب 500 متر تقريبا. طبعا حاليا احنا موجودين عند البناية الاولى اللي هي البلوكسي. راح نعرض لكم شقة نموذج عبارة عن دوبلكس في الطابق الاول. طبعا يتوفر عندنا مجموعة من الشقق في الطوابق العليا ايضا، لكن اخترنا احنا الدوبلكس بحيث انكم تشوفوا نظام الدوبلكسات اللي موجودة في المجمع. ايضا الطابق الثاني للدوبلكس كأنها شقة عادية بحيث تكون تأخذوا صورة كاملة عن الشقق اللي هي العادية الموجودة في المجمع. المساحات فيها كبيرة جدا، جميع الشقق 4 غرف صالة. الدوبلكس اللي راح نصوره لكم الآن عبارة عن 420 متر مربع. اتفضلوا ويانا. طبعا الدوبلكس في الدور الأول، الشقة هذه اللي راح نشوفها من الداخل بالتفصيل. طبعا عندكم البلكونة هذه ممكن تعملوا فيها الزجاج وتغطوها بالكامل بحيث تصير يعني كأنها غرفة وتستفيدوا منها. تفضلوا ويانا ندخل. طبعا المجمع مخدوم، فيها جميع الخدمات، حراسة أمنية، كاميرات مراقبة. طبعا البوابات الرئيسية للعمارة فيها رمز الأمان مثل ما انتم شايفين. تفضلوا ويانا. المداخل شرحة وكبيرة ما شاء الله تبارك الله. عندنا مصعد يخدم البناية بالكامل، مساحتها كبيرة من الداخل. راح نصور لكم الشقة رقم 2، مساحتها 420 متر مربع وهي عبارة عن دوبلكس في الطابق الأول. تفضلوا ويانا. أول ما ندخل صراحة عندنا المدخل جميل جدا، أيضا تناسق الألوان يعني زي ما انتم شايفين لون الرخام مع لون الجدران جميلة جدا ومتناسقة. عندنا هنا البوابة الرئيسية فيها نظام الأمان عالي جدا، بوابات فلز معروفة، هذه ماركة تركية. أيضا هنا عندنا الانترفون عن طريق الكاميرا بحيث أنكم تشوفوا اللي جاي للشقة. طبعا على يميننا مباشر من المدخل عندنا الصالة. حاليا احنا في الطابق الارضي للشقة، مثل ما تلاحظون عندنا اطلالة على البحر من الطابق الارضي، وراح تزيد جمال الاطلالات كل ما نرتفع في الادوار. مثل ما ذكرت لكم عندنا مجموعة من الشقق موجودة في هالمجمع الجميل. طبعا الباركيه الارضيات باركيه لونها رمادي تقريبا، متناسقة جدا مع لون الجدران. المساحة كبيرة جدا مثل ما انتم شايفين، نظام التدفئة فيها مركزية، طبعا راح يوصل لها الغاز الطبيعي السنة القادمة بإذن الله تعالى. هنا عندنا المنطقة هذه ممكن تعملوها سفرة طعام، مساحة شرحة ما شاء الله تبارك الله، وأيضا المطبخ مكشوف على الصالة مثل ما انتم شايفين. طبعا الجودة النوعية فيها عالية جدا، نوع الإكساء فيها عالي، خشب حقيقي مثل ما تلاحظون. وعلى يميننا هنا عندنا البلكونة. طبعا الشقة فيها إجمالي 3 بلكونات، وأيضا هي عبارة عن 6 غرف بالإضافة إلى صالونين بالإضافة إلى 4 دورات مياه و3 بلكونات. هذه البلكونة اللي ذكرتها لكم اللي شفناها من الخارج ممكن تعملوا لها سور قزاز تغطوها بالكامل بحيث تستخدموها كأنها غرفة. طيب نتوجه الآن نشوف وياكم تفاصيل الشقة. طبعا الدور الأرضي عبارة عن غرفتين ومطبخ وأيضا صالة. هنا عندنا الغرفة رقم 1، تفضلوا شوفوها ويانا، مساحتها جيدة، لها إطلالة على الحديقة الخارجية. هنا عندنا دورة المياه الرئيسية، مساحة كبيرة وفيها نظام الجاكوزي. وهنا عندنا المنطقة هذه اللي هي تحت الدرج ممكن نستفيد منها، نحط فيها مثلا نعمل فيها دواليب تحت الدرج بحيث أننا نستغل المساحات. هنا عندنا الغرفة الثانية، الغرفة الثانية أيضا مساحتها جميلة. طبعا الآن نتوجه للطابق الثاني، ما شاء الله تبارك الله المساحة كبيرة جدا، دوبلكس شرح في الطابق الأول، طبعا مناسبة جدا للعوائل الكبيرة واللي فيها مثلا كبار في السن بحيث أنهم ما يطلعوا بالمصعد، يكون الطلوع أو الدخول للشقة سهل جدا. طبعا راح نبدأ من الجهة الخلفية من الغرف. شفنا غرفتين اتحاد وشفنا الصالة وشفنا المطبخ. الطابق الثاني عندنا 4 غرف بالإضافة إلى مطبخ، وعندنا 3 دورات مياه تخدم الطابق الأول. طبعا مثل ما انتم شايفين هذه غرفة النوم الرئيسية،
عندنا فيها ديكورات السقف ايضا جميلة، ولها دورة مياه خاصة فيها. هنا عندنا دورة المياه، المواد المستخدمة صراحة جميلة جدا، لو تلاحظوا اللمسات الجميلة هذه، الألوان أيضا مميزة جدا. هنا عندنا الدريسنج روم، منطقة هذه عندنا دريسنج روم، وفيها أيضا مخرج طوارئ في حال حدوث لا سمح الله حرائق، عندنا مخرج طوارئ من غرفة الدريسنج روم. طبعا نتوجه للغرفة الثانية في الطابق الثاني أو الطابق العلوي نقول، المساحة فيها جيدة، أيضا فيها دورة مياه تخدم الغرفة، بالإضافة إلى بلكونة أو شرفة صغيرة موجودة فيها. طبعا مثل ما انتم شايفين هنا عندنا الدرج اللي يؤدي للدور الثاني، وهنا عندنا الغرفة الثالثة في الطابق العلوي، أيضا مساحتها جيدة. هنا عندنا دورة المياه الثالثة في الطابق العلوي، الشقة إجمالا فيها 4 دورات مياه، مساحاتها كبيرة أيضا. طبعا هنا عندنا الغرفة الثالثة في الطابق العلوي، شقة مثل ما ذكرت لكم 6 غرف وصالتين. طبعا هنا عندنا مخرج أو مدخل للشقة، يعني تقدروا تعزلوا الدور الأرضي عن الدور الثاني أو الدور العلوي. ومنها عندنا شيء مميز، طبعا المنطقة هذه ممكن تستخدموها، طبعا هي مقسمة للشقتين، ممكن تستخدموها كجلسة انتظار مثلا أو جلسة خارجية خارج عن الشقة. في كل دورين عندنا مجلس زي هذا، بين كل دورين عندنا مجلس واحد، هذه تكون للشقق اللي موجودة في الدور. مثل ما تلاحظون المنطقة هذه جميلة، الجلسة فيها رائقة، أيضا إطلالتها كاملة على البحر والمدينة نفسها. طبعا منها نرجع للشقة نكمل نشوف باقي الشقة. الشركة المنفذة للمشروع شركة ما شاء الله قوية على مستوى تركيا، ألفوا إلى الآن 13 وحدة سكنية فقط في مدينة طرابزون. طبعا هنا عندنا المطبخ شركة أك إنشاءات، هذا المطبخ، طبعا عندنا مطبخين في الشقة إجمالا، وأيضا نفس الفكرة ماخذينها من الطابق الأرضي اللي هي مفتوحة على طاولة الطعام، منطقة السفرة، وأيضا مفتوحة على الصالة زي ما تشوف ويانا. طبعا هنا الإطلالة على البحر والمدينة أجمل من الطابق الأرضي، تدفئة فيها مركزية، تمديدات الإنترنت، الماء، الكهرباء، جميع الخدمات واصلة للشقة. طبعا مثل ما انتم شايفين على يسارنا عندنا مدرج المطار، عندنا مدرج المطار، طبعا هذا الشارع الرئيسي الجديد اللي راح يخدم طرابزون بالكامل. عرض الشارع 25 متر، امتداد الشارع 25 كيلو، يبدأ من منطقة أكشابات إلى نهاية منطقة يمرة، وهذه راح تخدم المنطقة بشكل كامل، وأيضا تزيد الأسعار في المنطقة بعد ما يكتمل المشروع. عندنا هنا أمامنا مباشرة فندق رمادة مثل ما انتم شايفين اللي هي باللون الأبيض على البحر مباشرة. طبعا المنطقة هادية نوعا ما وقريبة من ساحل البحر. هنا عندنا البلكونة رقم 3 اللي هي في الطابق العلوي، أيضا مثل البلكونة اللي شفناها في الطابق الأرضي، ممكن تعملوا لها قزاز تغطوها بالكامل بحيث تستخدموها بكل أريحية. أتمنى إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.